يعد القلب هو أول عضو في الجسم يبدأ بالتكون، يستغرق عدة أسابيع ليأخذ شكل القلب المكون من 4 حجرات. يمر قلب الجنين بعدة مراحل تنموية قبل شكله النهائي، ويبدو القلب في بداية تكوينه لأول مرة كأنبوب بسيط يشبه قلب السمكة بصورة كبيرة، لكنه ينمو بسرعة ليصبح منحنيا إلى الخلف. يبدأ بأخذ الشكل المألوف للقلب بعد ذلك. ويعد الاستماع إلى نبض الجنين لأول مرة هو أمرا في غاية الأهمية، ذلك للتأكد من صحة الحمل. ويسمع صوت هذه النبضات أول مرة بعد إتمام 6 أسابيع من الحمل عن طريق الموجات فوق الصوتية، إذ يعد الأسبوع 7 من الحمل هو الوقت الأفضل لتقييم نبضات قلب الجنين. غالبا ما يبدو الموعد الأول لسماع النبضات بواسطة الموجات فوق الصوتية للبطن في هذا الأسبوع للتأكد من علامات الحمل الصحي. ويجب أن يتراوح معدل دقات قلب الجنين من 90 إلى 110 نبضة في الدقيقة ما بين الأسبوعين 6 و7 من عمر الحمل، بينما يجب أن يصل معدل نبضات القلب في الأسبوع 9 إلى ما بين 140 إلى 170 نبضة في الدقيقة الواحدة. وإن الدوبلر والمعروف بجهاز مراقبة نبضات قلب الجنين بالموجات فوق الصوتية والتي يجرى من خلالها التقاط نبضات قلب الجنين وسماعها، ذلك من خلال وضع الهلام على البطن ثم تحريك الدوبلر عليه لإيجاد المنطقة التي يسمع صوت الجنين منها، إذ يرسل الدوبلر موجات صوتية ترتد من قلب الجنين ويستقبلها، مما يجعل نبضات قلب الجنين مسموعة بصوت عالي، كما يشار إلى أن صوت الجنين يشبه صوت الخيول. وتوجد بعض العلامات التي تدل على نبض القلب الصحي عند الجنين، ومن هذه العلامات ما يأتي: أولا معدل ضربات القلب، فيسمع صوت نبضات قلب الجنين في الأسبوع 10 من الحمل، ومن الطبيعي جدا أن يبدو معدل نبضات القلب غير منتظم، لأن هذا الأمر يعود إلى حركة الجنين، فيتراوح معدل النبضات بين السريع والبطيء، هذا حسب حركة الطفل ونشاطه، على أن يتراوح معدل النبضات بين 120 إلى 160 نبضة في الدقيقة. ثانيا إيقاع نبضات قلب الجنين، يرتبط إيقاع القلب بالنظام الكهربائي للطفل، لذلك تجب معرفة ما إذا كان إيقاع قلب الجنين منتظم أم غير منتظم، فإذا بدا غير منتظم فهذا يعني أن القلب لا ينمو بصورة صحيحة مما يستدعي القلق، وفي هذه الحالة فإن الطبيب يطلب بعض الفحوصات للتأكد من سلامة قلب الجنين. وتوجد عدة أسباب تؤدي إلى تأخير سماع نبضات قلب الجنين، ومنها ما يلي: أولا تاريخ الحمل غير دقيق، حيث أن تأخر سماع نبض الجنين نتيجة الحساب الخاطئ لعمر الحمل، ذلك في حال توقع عمر أكبر من العمر الحقيقي للجنين، وهذا السبب من الأسباب الأكثر شيوعا لتأخر سماع نبض الجنين. ثانيا موقع الرحم، إذا أن أي تغير بسيط في مكان وجود الرحم في الحوض يؤدي إلى صعوبة سماع نبض الجنين من خلال سماعة الطبيب، لأن قدرة سماعة الطبيب على التقاط الصوت تعتمد على مكان وضع السماعة. ثالثا موقع الجنين، ذلك نظرا لصغر حجم الجنين في بداية الحمل، فبالتالي يصعب كشف موقعه بالتحديد والقدرة على سماع نبضه. رابعا الوزن الزائد عند الأم، حيث أن الوزن الزائد للأم الحامل من المعيقات التي تؤدي إلى صعوبة سماع نبض الجنين، وفي هذه الحالة يستخدم جهاز تخطيط الصدى بطريق المهبل، إذ تدخل أداة التخطيط داخل المهبل للتمكن من الوصول إلى الرحم مباشرة ومن ثم سماع نبض الجنين.